خامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. بنزم د أركان الإسلام وناغ حج ديك الله رب العالمين تعالى التوفيق ورقري. الحج يجب في العمر مرة واحدة. حج بطول عمر كي يوزل فرز دي. وما زاد فهو تطوع. كم كده يوزل ندير شي أغار نفلي دي سوابي دي. يجب الحج على من يستطيع. حج بهاغا تشابان دي واجب دي تشاغيك استطاعت ورسروي. إذا استطاع على الحج لابد أن يبادل الحج ولا يؤخر. کله چې هغه وسو استطاعت پیدا شي نو لازم خبره چې جلتي سره حج وکي رستواله دینه کوي. هذه اركان الاسلام الخمسه، يعني الاسلام بناء يقوم على هذه الاركان الخمسه. دا د اسلام پنځه بناګان دي چې دغه بنیاد او دغه د اسلام بنا چې کوم د پنځو ستنو باندې ولا. لو اسقطنا رقم من هذه الاركان انهار البناء وهو الاسلام والله اعلم. کچرتا یو رکن هم د دینه اخو شون د اسلام بلډینګ چې کوم د دره غورځيږي والله اعلم.